يسعد صباحكم مرة جديدة، ونحن مستمرون بتغطيتنا بمعرض الدوحة للكتاب. سارة وعهد، مثل ما وعدتكم معي ضيف لنحكي أكثر عن تأثير الأدب الفلسطيني، أدب النكبة وأهميته لتأريخ ما يحدث في فلسطين، ما حدث وما زال يحدث لليوم، يعني بعد نكبة 48 وما يشهده العالم اليوم من نكبة 2023-2024. ينضم إلي الأستاذ محمود حامد العيلي، الشاعر والباحث في النزاعات. أستاذ محمود صباح الخير. صباح النور، أهلا بلد. يمكن ما فينا إلا ما نبدأ بتحية لأهل فلسطين الصامدين على مر كل هالسنين، لملايين الفلسطينيين حول العالم يلي هنهار مؤلم جدا لإلهم، لأنه بيذكرهم بألم كبير بتركهم لمنهزلهم، بتهجيرهم، وبهالدماء المستمرة يلي عم يدفع ثمن الفلسطينيين دايما. شو بتقول بداية بهالذكرى قبل ما نحكي أكثر عن الأدب الفلسطيني؟ نعم، يعني خصوصا وأن هذه الذكرى تتجدد لدينا في حرب على قطاع غزة. في الحقيقة عندما نتحدث عن النكبة الفلسطينية لربما لا أجد أن هنالك شعبا أو قضية ما على مر التاريخ المعاصر تحمل زخما وإرثا ثقافيا وبحثيا وأدبيا وحتى سياسيا كما يحمله الشعب الفلسطيني. وعندما تتحدث عن أم المبادئات أو أم النهايات، فأنت تتحدث عن النكبة، هي أم كل هذه النكبات التي يعانيها شعبنا الفلسطيني بلا شك. أن تتحدث عن النكبة الفلسطينية هي سبب فيما يحدث الآن للفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، تحديدا الآن ما يعانيه أهلنا وأهلي في قطاع غزة من ظلم، الذي أتمنى من كل قلبي أن تمر هذه الذكرى الأليمة يكون فيها شيء من الأمل ما تحمله لهم، بأن يشهدوا خلاصا وفكاكا عاجلا من الظلم الذي يعانون. نحن اليوم نحن بمعرض الدوحة، ونحن اليوم عن هالحركة الثقافية، عم نحكي عن الحركة الثقافية. يعني ورانا في لافتة، إذا بتجي لصوبي، في لافتة لشهداء الحركة الثقافية. أشرف إذا بتقدر تاخذ لنا إياها. وقلت لي مجموعة من هالناس بتعرفهم شخصيا، يعني يلي يعني هم شهداء الحركة الثقافية، ومثل ما مكتوب على اللافتة بتضل الحكاية تكتب بشهداء وشواهدها. بلا شك، يعني أنا الآن أتحدث إليك، وللأمانة إن أردت أن أصف شعوري، بما أننا نتكلم عن الأدب فالأدب نصفه مشاعر، أنا أتحدث إليك ونصف هؤلاء لم يكن معظمهم أعرفهم، وكانت لي تجارب معهم، كتجارب كتابية، تجارب في لقاءات، تجارب على مر تواجدنا في قطاع غزة. تتكلم عن الأستاذ الدكتور سفيان تاي، هو رئيس جامعة من أكبر الجامعات على مستوى قطاع غزة، وصنف في فترة من الفترات من أكثر الباحثين خارة في البحث العلمي. تتحدث عن الكاتب والشاعر رفعت العرعير الذي جيش جندا من المترجمين العرب ثم الفلسطينيين ثم بشكل أخص في قطاع غزة ليحملوا الرواية الفلسطينية إلى اللغة الإنجليزية، وهو بشكل تحديدي أصلاً تم استهدافه بشكل مباشر عن تهديد وصف الإصدار. تتحدث عن الفنان علي نسمان، الكاتب والشاعر هبة أبو ندى. شعور الكاتب أو الشاعر أو الباحث أو حتى الأكاديمي في قطاع غزة وهو يتعرض للقصف، يتعرض للظلم بينه وبين أهله من قطاع غزة، تجد أنهم الأكثر تصبيرا للناس والأكثر إيمانا بقضيتهم، لأن إيمانهم بهذه القضية نابع عن أشياء كثيرة. نابع أول شيء عن البعد الاجتماعي، وهو أمر جدا مهم، عن البعد السياسي، على البعد الديني الأيديولوجي، وعلى البعد الثقافي والبحثي. هو يعرف تماما أن هذه هي أرضه قبل أن يلقن تلقينا من 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 أجداده ومن آبائه في هذه. وهذا هو الباعث الأساسي الذي جعله يؤرخ، جعله يكتب عن فلسطين، يكتب عن نكبات فلسطين. أنا أريد أن أستشهد عن مقولتين في قطاع غزة. الصحفي الفنان رشدي السراج، عندما كان هنالك تهديد في نهاية شهر 10 أكتوبر بالدخول البري إلى قطاع غزة، كتب منشورا على الفيسبوك وتم تناقله، وقال لن نخرج، وإذا خرجنا فإلى السماء وإلى السماء فقط. هذه قبل أن تحدث قصة النزوح إلى جنوب قطاع غزة. بما أننا نتحدث عن النكبة يتكرر المشهد، ما الذي يدفع صحفيا مثله أن يكتب هذه الكلمة وأن يبقى راسخا في أرضه وأن يستشهد دون وطنه؟
هبة أبو ندى هي شاعرة وكاتبة معروفة وهي صديقة، يعني نسأل الله لها الرحمة، كتبت على الفيسبوك منشورا بلغة أدبية، قالت: نحن الآن نشهد جنة في السماء، لدينا جنة ودولة في السماء، لدينا كتاب يصعدون إلى السماء، مثقفون يصعدون إلى السماء، نحن الآن نبني غزة في السماء. هبة لم تكن تكتب هذا الكلام عبثا، لأنها كانت تستشعر أنها في لحظة ما، سواء هي أو أهلها أو أي شخص في قطاع غزة، في لحظة ما قد ينقطع عن الدار الآخرة، ويعني يكون نتيجة نهاية حياته هو صاروخ صهيوني، صاروخ صهيوني هازم. هؤلاء الكتاب والشعراء والمثقفين والمفكرين الفلسطينيين تركوا إرث كبير حول النكبة، حول ما جرى، بروايات، بكتب، حتى بكتب مصورة، بصور لفلسطين. اليوم بذكرى النكبة، إلى أي مدى برأيك، وهذا سؤالي الأخير، ساهم يعني هذا، إذا بدك هالمنشورات، هذا الأدب ساهم برأيك أيضا بإعطاء فرصة للعالم كله بمعرفة ما يجري؟ بلا شك، أقول لك بكل صراحة، عندما يكون صاحب الأرض وبالتالي صاحب القلم وصاحب الكلمة وصاحب العدسة، عندما يكون مؤمن إيمانا تاما بقضيته ويقوم بترجمة هذا الإيمان إلى نص روائي أو إلى قصة قصيرة أو قصيدة شعرية، أو الآن في يعني بعدما تطورت يعني حرتلت إلى فيديو مثلا ديكومنتري أو إلى آخره، عندما يكون مؤمنا بهذا الشيء ويترجمه، بالتالي هذا الإيمان الراسخ يصل إلى الملايين. وهذا السبب، وأنا أقولها دائما، إن ما يحدث الآن من حركات دعم للشعب الفلسطيني، ما نراه الآن في الجامعات على مستوى العالم، تحديدا في دولة الولايات المتحدة وغير ذلك، هو البعث الرئيسي لها، لأنهم تأثروا من أدبيات الشعب الفلسطيني. أدوار سعيد، محمود درويش، زكي العيلة، معين بسيس، والشعراء والكتاب الفنانين. لكن هناك نقطة جدا مهمة، حركة الأدب الفلسطيني تتأثر وتؤثر في سياق النكبة بشكل مختلف. نحن الآن نشهد تطور، نحن الآن في عصر السرعة، أو يسمونها عصر السندوتشات السريعة. نعم. الآن نشهد تطورا سريعا. هذا التطور أنه كما كان هنالك ينقل إلينا برواية أو قصة أو كتاب، ينقل الآن إلينا ربما بستوري معين أو صورة. نعم. لشخص تحت الركام يعلق عليه، فصار لدينا التاريخ المصور تمام، والتعليق الصوتي والفيديوهات والمرئيات والمكتوبات. هذا التأثر أنا برأيي أفقد زخما لحركة الأدب الفلسطيني، أو عموما ككتابة تمام، إلى منحى اللي هو الشكل المصور. هذا ليس عيبا، ولكن الأثر كبير جدا نحن الآن نشاهده من حركة دعم ومناصرة للشعب الفلسطيني. أنا بدي أشكرك كثير على هذا اللقاء السريع، نتمنى أن يكون لنا لقاءات معك أخرى بالاستوديو، كونك باحث بالنزاعات، لنتعمق أكثر هيدا بهذا النزاع، وأيضا تأثير الحركة الأدبية عليه. شكرا جزيلا لك. أهلا. شكرا لك. محمود حامد العيلة، حضرتك شاعر وباحث في النزاعات، شكرا جزيلا لك. أعود الآن إلى الزملاء بستوديو صباح النور.